جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مع اقتراب عيد الأضحى يقبل المواطن التونسي على أسواق المواشي بحثا عن أضحية العيد. كل سنة يرتفع ثمن العلوش ويجد المواطن نفسه مجبرا على القيام بجولات عديدة في أسواق مختلفة لعله يجد ضالته. المولدي فلاح قيرواني قدم لنا بسطة عن أضاحي هذه السنة وأسعارها. الاسواق ما قالوا 11 و5 انا نشوف السوق اللي قالوا عليه. واسعار العلاش حتى لوين وصلت توا؟ السوق 11 و5 كيلو. من 500 ل 600. مثلا هذا الاولاني قداش سعره؟ 500. هذا 500. واللي بعده؟ هذاك 500 درهم. واللي بعده؟ هذاك 600. 600 ما ترشي اللي 600 برشا بالنسبه للعلوش المواطن العادي. هودي هنا حتى 300 غير. بالحق التكاليف اكثر من الفلوس. باسعار مختلفه يحير المواطن التونسي ويجد نفسه ضائعا تائها او غير شال. علي لم يشتري الخروف وعبر عن استيائه من ارتفاع الاسعار. والفلاح معجوز قالك التكاليف باهظة ومتكلف عليه. مع هذا فإن أسعار السوق المخصصة من المنتج إلى المستهلك تعتبر جنة الشاري مقارنة بباقي الأسواق. النشية للربوة تاع المرشي الأسواق كلها قبل 800 وأنت أخل حاجة معناها 550. أنا هذا أبرك يا ولدي، هذا يسمى أبرك شوي. فما شكون يقول لك يمشيو المعتمديات ونمشيو كما نقول على الاسواق داخل في وسط الريف الاسواق تنخفض بالنسبه على الديل. الريف كلها راهي تربي في السايل، الريف كلها اللي تبيع كلها تربي في السايل. اما الفلاح يبدا انقص شوي، معناتها الفلاح انقص شوي. الفلاح انقص شوي. يحكم عليه. اخيرا يحير المواطن العادي بين غلاء الاسعار وبين رغبه الاطفال وفرحتهم في شراء الخروف. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.